يا جماعة أنا كسبت 100,000 جنيه. أصغر ازيكم يا جماعه؟ عاملين يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا كلكم وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا النهارده انا جايه لكم في فيديو صغير كده وجميل. الفيديو دوت انا كسبت في برنامج مهيب ورزان. طبعا يا جماعه ناس كتير هتسال نفسها، هو فعلا انت كسبتي ولا لا؟ فلوس فين وازاي؟ كلمتيهم ازاي؟ والناس اللي بتتابعني على الانستجرام فضلت تسالني كل الاسئله ديت. لحظه بقى انا هوريكم الفلوس اهي يا جماعه، شنطه الفلوس اهي، ال 100,000 جنيه اهم. اي 100,000 جنيه يا جماعه. استنى بقى محمود لما يجي عشان افاجئ كله بقى ان انا خدت 100,000 جنيه. بصوا بقى يا جماعه، انا دلوقتي ثبتت الكاميرا عشان خاطر اوري لمحمود ان انا كسبتها. توري محمود ايه؟ استنى الشنطه دي. تعالى عبد، حاجه حلوه. ازيك يا محمود؟ تعالى اخش في ايه؟ انت بتتصوري؟ لا ما عشان مفاجأة لك وللناس كلها. ايه الشنطة دي؟ اقعد انا اقول لكم. خدوا الحاجة دي، شنطة السكاكين. ايه ده؟ السلام عليكم. قعدنا ما فرقتش علينا، جيت عشان خاطر الشنطة. ما انت ده هيتيه. انا لقيت كاميرا وباب مفتوح ولقيت كل حاجة. ايوه ايوه ايوه. عمي ماشي، مشكلة. يلا انا احكي له من الاول ولا احنا ما احكيلوش كده؟ احنا المفاجأة بقى واتحسد ولا ما احكيش؟ لا احكي له، احنا خلاص هنصور قدام الناس كلها. والناس كلها خلاص عايزين نشوف بقى في ايه. طبعا شفت الستوري على الانستجرام اللي انا منزلاه، ما خدتش بالك منه؟ لا لسه ما شفتش حاجه. ليه ما رحتش من بعد كده؟ ما رحتش. لقيت نزلت ستوري النهارده بفلوس. افتح كده الانستجرام دلوقتي حالا. افتح الانستجرام؟ لا مش فاتح، مش فاتح، مش فاتح. طب ماشي، انت انا المفاجاه قدامي، هفتح ليه؟ هحكي لك اللي حصل. بس يعني صلي بينا على النبي. عايز توصل. انا كنت دايما بسهر مع نفسي بالليل عشان بتفرج على ملك الجدعان التمثيليه دي. وفي كل اعلان بيجيبوا برنامج مهيب ورزان. كل اعلان بيجيبوا برنامج مهيب ورزان. تمام هقول لك اهو. فانا جت معايا حظ وقلت ان انا لازم ابعت رسائل. شحنت في اليوم دوت. بعت رسالة لمين؟ بعت رسالة لمين؟ بس مهيب ورزان. البرنامج انت بتصدق الناس دي؟ بعت رسالة بحوالي 150 جنيه. 150 جنيه؟ قلت مش وعندك امل ان انت تكسبي؟ عندي امل ان انا اكسب. وبحسن حظي والناس كلها بتقول انت بتسمعي كلام الناس دي، انت بتصدقي الناس دي، الناس دي حقيقيه، ده الناس، ده الناس، ده الناس، ده الناس، ده الناس. مؤاخذه يا برنامج لو شايفنا. مؤاخذه يا رزان. المهم انا قلت لازم اطلع واقول للناس ان انا فعلا حظي طلع من ال 100,000 جنيه وكسبت. نعم نعم نعم. دي الصدمة اللي محدش يتوقعها، ان فعلا انا كسبت في ال 100,000 جنيه. وفي حالة رزان بتاعت النهارده هتطلع وتكلمني وتقول لي مبروك كسبتي 100,000 جنيه. وهتطلع في التلفزيون كده و صوتي صوتك لسه يعني ما جابكيش البيت لسه. الفيديو بتاع البيت اتعمل؟ لا جابوا الدنيا بس هم لسه ما نزلوش. هم كل خمس حلقات يعني دي اللي فيها 100,000 جنيه؟ دي اللي فيها 100,000 جنيه. الله يرزقك يا عم، ده انا كنت فاكرهم بيهزروا والله. استنى بقى اوريك اوريك. صلي بينا على النبي. عايز توصل كنا كده عشان ما يكذبوش. بس تعالى جنة، تعالى جنة هنا لما تشوفهم. ايه استنى اوريهم للناس الاول. مش شنطتهم دي الاول؟ لا شنطتهم بس الثانية باظت. ايه يا جماعة عشان فيهم 100,000 جنيه؟ ايه انا مش شنطة وعمال انت عارف شنطتهم اصلا شكلها ايه؟ ايوه حاطين اللوجو. ما شاء الله ما شاء الله. دي معنى جنة بتلعب مش نفس العلبة. عايز شاء الله. فانت بتصوري للناس بقى و... يا جماعه انا كسبت 100,000 جنيه. اصغرت لنفسي وزعيهم الجامعات الخيريه. كسبت 100,000 جنيه. هعمل فيهم ايه؟ ايوه صح، هتعملي ايه؟ اولا انا هدي ماما 10,000 جنيه منهم بس. هكمل كمل يا محمود. اوعي بقى يا محمود. احنا 50,000 جنيه في البنك، هيبقى كام؟ 40,000. 10 منهم هجيب ذهب، و10 منهم هخليهم معايا كمصاريفي والدوب، و10 لله بقى. 10 لله عشان ايه يا ربنا يديلك مثلا، و10 لله اجيب عجل بيهم، و10 ليك. 10 ليا؟ اه ليه يا ابني؟ انا ده طالع من ذمتي حاجه لله ليك انت وامي. الله شفت يا معود، عشان انت يتيم وهي يتيمه. انا يتيمه من زمان والله، وانت من زمان يا سادن. طب ما تضحضحيها شويه، احنا يوطا مع اسماعيل. انا كررت يا جماعه ان انا هدي لماما 10,000 جنيه
سقفولي سقفولي ده كسبت سقفولي والله بجد والله الله حظي حظي بقيت بعتلهم بال 150 جنيه ما لا يقل عن 15 رساله صدقوني 150 جنيه 100000 جنيه شفت بقى جيل اقسمي بقى يعني واخده 99 90 هو رقم كبير 99,000 150 جنيه بس كده وخلاص 99,000 لا لا مبروك عليها بجد والله سقفولي تاني سقفولي هو دي فيها هبل مرحبا يا ماما 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 يا ده ايه الحلاوه دي؟ انا هقدم ده لسه رمضان ما خلصش انا هقدم انا كمان ده لسه قدامك انا 12 اه 13 يوم اهو لسه اجدد فلوس اهي هات انا بتوعه ده بس حلوين ماشي خد ثلاثه توزعي دلوقتي؟ اه خد ثلاثه وزي ما لا عدهم بقى ما يتقرب الواحده 10 يا ندى عد بتديني ايه؟ 20 ندى كده ظلمت ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ما طلعهاش ده انا ابيض ضحكوا عليا في البرنامج انا شفت هم اللي ضحكوا عليك في البرنامج لا انا حلوين ايه ده؟ ايه شفت؟ مسكني والنبي دي كده معلش وانا برضه ضحكوا عليا ازاي؟ ايه ده؟ ما طلعهاش خلاص يا محمود لو فيهم فلوس بس حقيقية يعني حاطين 300 جنيه في كل حاجة؟ انا بتاعتي فيها 200 بس اشمعنى محمود؟ استنى ما عدهم بقى حتى مش مزحين مش مزحين يا استنى وهنا كمان سيبيهم امسكي كده ايه ده بقى نعم خلاص ايه ده 300 جنيه بس ده اشتكيهم بقى ضحكوا عليا اشتكيهم اضحك وهنا كمان ضحكت عليك يا ندى وعامله لي فيديو بتصوري يعني ينفع كده يا جماعه اجي افتح الفلوس الاقي 100 جنيه قدام و100 جنيه ورا وفي النص ورق زي جو الافلام ينفع يعمل كده؟ ما فيش عدم للشرط استغفر الله العظيم يا رب ما فيش عدم للكروت انت عملتها بس بس لازم نبان على البرنامج انا مش فاهم حاجه على فكره لازم نبان على البرنامج هو ايه ده هي بتعمل كده ليه؟ عشان انا المفروض ان انا عارفه ان انا كسبت 100,000 جنيه هو مش وراهم لك ومسكهم لك في ايه؟ انت بتشتغلي ايه؟ والله بتشتغلي وانت ياما اللي انت فيه ده ياما ايه الابتسامه دي؟ انا يجي لي فلوس ورقه انا والله العظيم تعبت فيهم يا مش كويس حاطين لي 100 جنيه قدام و100 جنيه ورا شغلكم والله قعدت ساعه تقص فرقة ب 150 يعني لو واحد بيديني هديه 100,000 جنيه بقول له استنى لا مؤاخذة بس عدهم لا ده لا ده قولوا له انت قطعت قد ايه كان شاكيلي النهارده عشان خد قصدي الفلوس اللي هي جابوها يا شاكيلي ما راح ما خلصت فيها انا فرحانه خدها خدها بتدي فلوس واجري يا باشا خدها وحطيني من فوق والباقي يجري انا اتضايقت من رسام وبيب برضه تاني انت مصممه خلاص الناس عرفت خلاص يا جماعه اكيد البرامج ديت يعني اللي يبعت لهم رسائل اكيد ان ديت حاجه معروفه انها فيك طبعا انت انا عارفه ان انتوا زعلانين لان ناس كتير قوي على الانستجرام عماله تقول لي مهيب رسام مهيب رسام مهيب رسام ودنيا وانا عارفه لو شفت هقول لك دنيا دخلت بتقول لي انا عايزه ال 100,000 جنيه يعني مثلا مش لا واحده دخلت لها قالت لها عايزه 5000 جنيه انا دخلت قلت ايه ده يا بنت ده ازاي؟ كله انصدم يا نهار اسود انا انصدمت هو احنا الدولة مدحدحيهم علينا ازاي؟ اه يابا. لا والله يعني لو ضربها 100,000 جنيه مش والله لو جالي دلوقتي كل واحد 100 جنيه. انا لسه كنت هقول 10,000 جنيه. يا رب عليها. 10 يا جنة. بص مرة واحدة 100,000 جنيه ليه يعني؟ كان كل الناس اتصلت. المعرض عجبك؟ دخل. هو دخل دماغك. انا عملت معرض فيكم ولا في الناس على فكرة؟ اقول لك دخل دماغك ليه؟ عشان في ما عليك يا الناس والله. ده اصحاب رحمة قالوا لها ايه؟ يا جماعه انا حيلتي 100,000 جنيه هروح اتجوز او يعني لو خدتهم بجد بص بقى انا عايزه اوريكم حاجه هي الفلوس ما كانتش باينه انتوا شفتوها بس هم عشان فتحوها دلوقتي دلوقتي يا جماعه انا حاطه 100 هنا و100 هنا و100 في النص عشان ورق بقى كله ورق ورق كراريس والحاجات دي قعدت فيهم يا جماعه قعدت فيهم 3 ساعات 3 ساعات واشتريت اساتك واشتريت الحاجات دي كلها عشان اعمل المقلب ده
شفتوا قد ايه انا بتعب؟ الفيديو ده لازم يجيب 50,000 لايك. 50,000 لايك على قد انا تعبت. البنت دي اشتغلنا يا جدعان والله. انا ذكيه والله انا ذكيه. الفيديو دوت لا حد قال لي عليه ولا حد فكر لي فيه. تمام الفيديو دوت انا بتفرج على برنامج كل يوم قلت لازم اعمله. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه واعملها بقى 100,000 لايك. 100,000 صح. اسمعوا كلام ماما، اسمعوا كلام ماما واعملوا لايكات ويلا واعملوا.